تخرج اخونا برون الميجر كمال اجسام وصحة هندسة صناعية عضلات. واخوي وش يقول لي كلمه المتخرجين؟ الف مبروك المتخرجين وعقبالنا ان شاء الله. فرحانين فرحه كبيره يستاهل عدنان وجويه. الله يسلمك اخوك. اخوي على المناسب بما ان انت اليوم متخرج وشايف متخرجين وش تقول لهم؟ والله اقول الله يوفقكم ان شاء الله ولا اعلى مراتب باذن الله، وشدوا الهمة حق الناس اللي بعدها ما تخرجت. أيوة. الله يوفق الجميع باذن الله تعالى. جميعا جميعا ان شاء الله. اخوي عدنان عريف قول لنا كلمه اخوي. بالتوفيق لجميع الاندر جرادويت. اخبار ما يسوي جرادويت. على اوكي على اوكي. نسيب قول لنا كلمه. نحاش تعال. لا انا مالك بالشغلات. مالك بالشغلات غسان. الله يبارك للمتخرجين ان شاء الله عقبال مراتب العليا وافضل الاعمال ان شاء الله. ان شاء الله. صفار. بركه لجميع المتخرجين عقبالنا ان شاء الله. ان شاء الله نصيف. الف الف مبروك لجميع المتخرجين والله يوفقكم ويرزقكم الوظيفه. ان شاء الله يا حسان. قول لنا كلمة حق المتخرجين. ما عليك عادي. البركة جميع عقبالنا. انت ما خلص بعد؟ خلص عادي روح. عقبالك بعد. الشباب موجودين. قول لنا كلمة حق المتخرجين. هلا هلا الله يبارك حياتكم ان شاء الله وعقبالكم عقبالكم. صورنا محترف. حاضرين حاضرين والله. السلام عليكم. ألف ألف مبروك إن شاء الله وعقبال ما أصبح في الماستر إن شاء الله يا رب. قل لنا كلمة حق التخرج. ناصر بيقولها عنك. تفضل ناصر. المبروك للجميع إن شاء الله. الله يبارك. كلمة التخرج إن شاء الله جميع المتخرجين. الله يبارك حياتك. أنت قل لنا كلمة حق المتخرجين. والله أحب أقول ألف 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 مبروك للمتخرجين وعقبال إن شاء الله الدرجات العليا إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. الحمد لله إن شفناك أبو هاي مختفي علينا متغير علينا. عقبالك حبيبي. أخوي يقول لنا كلمة. ألف مبروك لجميع الأخوان المتخرجين وعقبال بقية الطلاب خاصة الغير مبتعثين. الله يعطيهم الصحة والعافية. حط جهات اليسار خلاص كانت هنا راحت هنا. أوبر أوبر بيبي. أخوي حسن مختار قول لنا كلمة. أخوي كلمة على البركة إلى جميع المتخرجين وعقبال إن شاء الله اللي بيتخرج قريب يا رب يا كريم. يا رب أهلا وسهلا. إن شاء الله على البركة. الله يبارك حياتك. جويد يا ولد أختي يا غالي وإن شاء الله نشوفك معرس على أربع ما أدري يمكن واحدة منهم أمريكية. إن شاء الله إن شاء الله يا رب. هذه أمك وراي وتسمع. علي هاني. تعال صورة جماعة. قول لنا كلمة. الله يبارك لي إن شاء الله ربي يوفقه إن شاء الله وإن شاء الله يتزوج ويوفق حياته العملية إن شاء الله يا رب. ابو ويش ابو فيصل حسن كلمه اخوي. انا اقول الله يبارك لجواد ان شاء الله. والله هذه اليوم من اجمل لحظات حياتي انا شخصيا. الله يسلمك. اخيرا فرحنا في هالولد وعقبال وان شوف معرس على بدل الاربع خمس ان شاء الله. ان شاء الله. ابو هاشم اعطينا كلمه حق الخريجين. حبيبي والله الف مبروك وعقبال الوظيفه والجميع ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. كلمة أخوي. ألف ألف مبروك للخريجين وربي يوفق لهم عقبال الوظيفة يا رب. شكرا. ألف مبروك لكل المتخرجين اليوم وعقبال الباقي إن شاء الله. لينا كلمة بسلمان. أحرجته. ما جيت لي إلا أنا. الله يسلمك. نشوف أخوك مصطفى سلمان. أنا بايع البركة للمتخرجين كلهم وإن شاء الله عقبال عقبال كل اللي إن شاء الله متخرجين. بالتوفيق يا بايع. قول لنا كلمة كلمة حق المتخرجين. نبارك لجويد وعدنان طبعا الشباب اجتهدوا. أيوة. وانجزوا يعني والحمد لله تخرجوا. تعالوا تعالوا نبارك لهم. اخوي علي فرج قول لنا كلمة. جويد وعلي بن آصف اختي سارة نصر وان شاء الله عقبال الجميع يا رب. الله يبارك حياتكم ان شاء الله. قول لنا كلمة اخوي مهند. على البركة كل المتخرجين ان شاء الله. أيوة. ونشوفهم من بعلى الدرجات ان شاء الله وعلى اماكن وبالتوفيق للجميع. الله يوفقك.
ابو صياح حبيب قلبي وش تقول؟ اقول الف 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 مبروك. ايوه وعقبال ان شاء الله ما تفرح بايا الصغيره. ان شاء الله يا رب الف الف مبروك ان شاء الله اخي. الف مبروك لجميع الخريجين ان شاء الله. وش مكتوب هنا؟ احمد قادر. ما شاء الله عليك. الجحد ليه؟ اعطينا كلمه. الحمد لله على كل حال. الحمد لله. اعطينا كلمه حق التخرج. الف مبروك لكل المتخرجين. والله يوفق اللي ما تخرج ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ومن هنا لاعلى ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا رب. امين يا رب. اخيرا اخيرا يا اخي باخير خلاص والله. صاير انا احبك تعرف اعرف تحب الكاميرات. وش تقول؟ وش تقول للكاميرا اخوي؟ على البركه المتخرجين ان شاء الله وعقبالنا وعقبال الوظايف ان شاء الله. ايوه وبس بس حبيبي بس هذا اللي ابغى اقوله لك. قاعد ادور كلام من شوي. اخوي قول لي كلمه. قول لي كلمه وانت متخرج. سويت هلا. ألف ألف مبروك إن شاء الله. حبيبي حبيبي قلبي. الله ألف الجميل. منصور وش تقول مناصف؟ إن شاء الله مبروك عقبال الوظيفة السنة إن شاء الله يا الجار. إن شاء الله. أبراقي مبروك عقبال منطقة ماسك 3M مدير. إن شاء الله. أبو خالد ألف مبروك أخوي أبو حسن وعقبال الوظيفة السنة إن شاء الله. أكيد أكيد. أخوي علي مناصف أعطينا كلمة. ألف مبروك إلى الكازينو جواد إن شاء الله وللأعلى إن شاء الله الماستر. إن شاء الله يا رب. سامر أعطينا كلمة. نقول ألف مبروك لأبو حسن وإن شاء الله عقبال بابجي الشباب. زين نقول مبروك لأخونا أبو حسن. على كل شوي هي. نسيب أعطينا كلمة. مبروك على التخرج وعقبال وظيفة إن شاء الله. عبود الله أنت مبروك أبو حسن على التخرج عقبال وظيفة. عنبري يقول لنا كلمة. عنبري على البركة علي جعفر المناسف وعقبال إن شاء الله الوظيفة أو الأقوال المستقبلية. حسنت حسنت. أشكر الجميع على المشاهدة وهذه كانت نهاية تغطيتنا إلى تخرج سانت كلود. إن شاء الله عجبتكم. وإذا عجبتكم سووا لنا سبسكرايب ولايك ونشوفكم إن شاء الله في أماكن حلوة ثانية.